الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع استراتيجية القبعات الست بطريقة جديدة اليوم عن التي نطبقها. قبل ذلك كنت تلبس القبعة وتقول من الدرس، أما الآن سنغير الطريقة. وقبل أن نبدأ سنتعرف على معاني القبعات. القبعة الحمراء المشاعر، القبعة الزرقاء التنفيذ، القبعة البيضاء المعلومات، القبعة الخضراء الاقتراحات والأفكار، السوداء السلبيات والنقد، الصفراء الإيجابيات. الآن يا أبطال، أنا سأقول كلمة وأنتم تقولون لي أي قبعة هي. أو واحد كله يرفع إيده، اللي عارف يرفع إيده، هاجي أقول له تعالى البس لي القبعة اللي أنا بقول عليه. مثال، هعطيكم مثال. مزعورا، اللي يعرف يجي يلبس القبعة بتاعتها. ما تفضل يا عمرو. احمر مشاعر، اي مزعورا مشاعر، ممتاز. طيب، اخبر امه بالامر، اللي يعرف يرفع ايده. لا، كله يرجع تاني، سيب القبعات زي ما هي، ما حد يجي الا انا اقول له تعالى. لا تأتي بدون إذن، لا تأتي بدون إذن. تفضل يا عبد الله، تعال يا عبد الله البس القبعة. أي قبعة؟ الزرقاء، لأنه أخبر أمه بالأمر ولم يلعب ويترك الحريق. ممتاز. شاهد فواز دخان خفيف. من اللي قال لك اطلع؟ من قال لك اطلع؟ من قال لك اطلع؟ شاهد فواز دخانا كثيفا يتصاعد من منزل طيب تعال يا محمد وريني القبعة اللي هتلبس. هذه معلومة. طيب ممتاز، فيه لا قبعة تانية. تعال يا علي. سوداء، هذه السلبية. إذن هي معلومة كما قال محمد صح، ولكن الدخان الكثيف هذه سلبية، حريق، مشكلة. ممتاز، جميل. خلي بالك، أسرع 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 تعال يا منصور، تعال يا منصور، نفذ الجري بسرعة بسرعة. ممتاز. طب هل لها قبعة أخرى؟ تعال يا ركان، معلوم. طيب هل لها قبعة أخرى؟ تعال يا عبد العزيز، نشوف عبد العزيز وجهة نظر. عبد العزيز أسرع، سريع، بسرعة. ها، ما أنت عارف أنت جاي تلبس إيه. روح يا أبا، روح. تعال يا حمد. لا، قول يا خالد. صفراء، إيجابية إيجابية منه إنه هو بسرعة عشان يطفي الحريق. طيب خلي بالك، اللي واقف يقعد، اللي واقف يقعد. طيب، قالت الأم هيا يا فواز. اللي طلع من مكانه ما مشارك. سلطان، أنت معانا يا سلطان؟ خليك فكر معانا في سلطان أنت وعيد. احس ان انتوا والله ضيوف معانا. اجيب لك قهوه ولا تمر ولا شاي ولا تشربوا حاجه حلوه؟ ها، طيب اشرب كده وفكر معايا. انت معانا يا سعود؟ طيب فكر يا سعود وحاول تشترك معانا، حاول تشترك معانا يا سعود عشان انت. طيب تعال، قالت الام هيا يا فواز ابلغ الدفاع المدني. اقتراح جيد من الام، الاتصال بالدفاع المدني. ممتاز. طيب هل عندكم قبعة أخرى لهذه؟ تعال يا أحمد، هيا يا فواز. قالت الأم هيا يا فواز أبلغ الدفاع المدني. إيجابية من الأم برضه، إن هي قالت إحنا ممكن. خلي بالك، يا ممكن الأم تقول إيه؟ مالك دخل، روح العب يالك، أنا ما إحنا مالنا، نوقع في دماغنا ليه؟ عندك قبعة تانية في نفس الحتة؟ أيوه معلومة.
لأن أي معلومة في الدرس معلومة، قالت الأمة هي يا فواز معلومة. إذن ممكن الشيء طيب يعدوا، بس ممكن الشيء يا أبطال يكون له أكثر من معنى، يعني تبقى معلومة وإيجابية واقتراح، فاهمين؟ طيب ممتاز. لا أعرف رقم هاتف الدفاع المدني. أنت طالع برا ليه؟ تفضل يا عبد الله. لا يعرف هاتف رقم هاتف الدفاع المدني. ما يحفظه. تعال تعال يا عمرو، عمرو. هذه معلومة. لا يعرف، ما عارفه، بيقولها أنا ما أعرفش. وهذه ممكن تكون ايه كمان؟ سوداء. لان المفروض نكون عارفين رقم الدفاع المدني لو حصلت اي حريق نتصل عليه. طيب انتوا كده الجماعه اللي طالعين واقفين كل شويه فرقع لوز، دول بيخربوا الحصه. لا تخرج الا اذا قلت لك تعالى. طيب الام الرقم هو 9 9 8. تفضل. اي قبعة؟ هذه سلبية لما تقول له على الرقم. انت حد قال لك اخرج؟ تعال يا عمر. معلومة. الرقم رقم الدفاع المدني 9 9 8. لا 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 لا. خلاص هذه معلومة ما فيها شيء اخر. يعني ما قلت لكش قبل ما نبدا الحصه انا هضرت الميه؟ اتحببت دلوقتي؟ روح روح يا محمد، الحق. خد يا محمد، خد الكارت يا محمد. طيب اتصل فواز بالدفاع المدني وقبل اشوف كده اشوف. تعالى سلطان. اتصل فواز بالدفاع المدني وابلغ عن الحريق. معلومة. طيب في شيء تاني؟ تعال يا سعد. تنفيذ. اتصل. البس القبعة يا سعد. تنفيذ. برضو في شيء تاني. تعال يا عبد الله. لا تخرج بدون اذن. لا تخرج بدون اذن. ايجابية. ايجابية من فواز. ممكن يقول لك انا مالي، انا رايح دماغي، أنا ليه هتغرم واتصل وأعمل لنفسي مشكلة؟ إذن هي نفذ ومعلومة، فاهمين؟ أنا مبسوط جدا من الأولاد اللي بتشارك، وزعلان جدا من سعود وعيد، ما فقفوا إيدهم ولا فتحوا بقهم. طيب عاد صاحب المنزل وأسرته فشاهدوا سيارات الإطفاء. قول يا عبد العزيز. أي قبعة؟ قبل ما تيجي قول. بيضاء. معلومة. هذه معلومة. استنى، لازم يلبس القبعة عشان أجاب صح. لا بيقول عاد صاحب المنزل فشاهدوا، هذه معلومة. ممتاز يا عبد العزيز. طول ما أنت بتخرج كده ما أنت مشارك. طيب تقدم إليهم صاحب المنزل وشكرهم. تعال يا أحمد. وشكرهم. هذه زرقاء. وإيه كمان؟ شكرهم. معلوم. ماشي. طيب ناخد عبد الله كده. تفضل يا عبد الله. بيضاء شكرهم. طيب في ايه كمان؟ تعال. ايجابية منهم. وايه كمان؟ الشكر. واليسار حمراء. مشاعر مشاعر، مبسوط منهم. خلاص. طيب اذا تمام. قال رجل الاطفاء هذا واجبنا. قال رجل الاطفاء تعال يا سعود. هذا واجبنا. قال رجل الإطفاء هذا واجبنا. الله عليك الله عليك، معلومة في الدرس. ممتاز يا سعود. تفضل.
لا هو كده غلط. خلاص. وإن كان هناك من يستحق الشكر فهو جارك الصغير. معلومة برضو. كده طبقنا القبعات الست. حد قال لك اخرج؟ روح يا محمد. حاضر لما يجي. شكرا. ولكن زعلان من عيد ما فتح فمه ولا منصور مره شر. لا شو منصور شاب. حاول تفكر معانا يا عيد. ماشي يا بطل؟